خلينا بقى نروح للنواحي الفنية. تقييمك بقى للنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، تعادل ثم تعادل ثم عودة مرة أخرى للانتصارات. بس يعني هو طبيعي، طبيعي أي فريق بيمر بالمرحلة دي. لكن هنا مشكلة في مصر أو مشكلة جمهور النادي الأهلي، إنه دايما بيبقى عايز هو يبقى رقم واحد، وده حقه لأنه النادي الأهلي هو عودنا على كده. صحيح، بغض النظر مين لبس تيشيرت النادي الأهلي أو الجيل الموجود أو كده، هو دايما النادي الأهلي في المقدمة. زي ما قلت لك النادي الأهلي فيه فرق شاسع بينه، يعني هو في حتة لوحده بصراحة، بغض النظر مع احترام كل الأندية بالأرقام، سواء كان على مستوى الإدارة أو المستوى الفني اللاعبين أو المستوى يعني العام أو المنتاليتي العام اللي موجود في مصر. لكن دايما يبقى في يعني كل فريق لازم الجمهور يكون عارف أنه كل فريق في العالم معرض لكبوات، بس الفكرة أنه أنت تعرف إزاي تفوق من كبوتك بسرعة. شخصيتك صحيح. وشخصية الفريق هي اللي بتحكم أن هي ترجعك بسرعة بعد الوقعة. وأكبر دليل أنه الأهلي بعد التعادل رجع كسب بيراميدز ورجع على طول للصدارة، ودي حاجة يعني مش غريبة عن النادي الأهلي. ولازم طبعا الجهاز الفني، يعني كولر لسه أول مرة يدرب في المنطقة العربية، راجل عنده خبرات كبيرة وأول مرة يجي مصر، أكيد هيحتاج وقت عشان يبني فريق. صحيح، هيحتاج وقت أنه يقرأ برضو اللعيبة، يقرا يشوف احتياجات الفريق. فده دور كبير على الجهاز الفني الموجود، وانا يعني شايف انه النادي الاهلي ماشي في السكه الصح.